السلام عليكم ورحمة الله. متابعيني، خبر عاجل. للأسف والد العداء المغربي سعيد عويطة في ذمة الله. تابعوا التفاصيل. توفي فجر هذا اليوم والد العداء البارز المغربي سعيد عويطة. العداء سعيد عويطة الذي اشتهر بإنجازاته البارعة في مجال ألعاب القوى، تجسدت روحه القوية وإصراره من خلال مشواره الرياضي، واليوم يواجه تحدي جديد مع فقدان والده الذي كان ركيزة أساسية في تحقيق أحلامه وتحفيزه لتحقيق النجاح رغم المشاكل التي كانت بينهم. يشار إلى أن الفقيد أحمد عويطة والد البطل العالمي سعيد عويطة سبق أن أحدث ضجة خلال لقاء له مع الصحافة، حيث تحدث بحسرة كبيرة عن لوعة فراق ابنه الذي تخلى عنه منذ عقدين من الزمن بسبب مشاكل مع زوجته، حيث قال أن ابنه ضربه وطرده من بيته. وهذا اليوم توفي والد العداء المغربي سعيد عويطة بعد صراع مع المرض مساء اليوم الاثنين. إن لله وإنا إليه راجعون. ولدو في ماشي بعيد بينا، ملي كان مجوج بخديجة، إما بازار مويا الأخرى وخديجة هي الأولى. ما كانتش عارفة، كذبوا على ربي، هي ما كانتش عارفة، ما عرفت. وتتعرف كاين اصحاب نميمه بزاف وصلوا للخبر، يعني ربي يتولاه برحمته وتوالج ان شاء الله. كان عزيز علينا بزاف، ولكن مع كامل الاسف ما حضرناش ليه الوفاه ديالو. تنتفاجئوا بها اليوم بحالي بحال كاع الناس، وصلنا الخبر تاع الوفاه ديالو. الشيء اللي عندي نقول، يعني عندي حتى شي فكره. انا جيت هذه الساعه ولو حيت تدفن السيد في واحد الوقت متاخر مع 6 العشيه، كيف كيقولوا اكرام الميت دفنوه همايا بكري، مع يعني ماشي بكري، ما بغاوش يخليوه حتى الغد الساعه 6 قليل اللي غادي يكون في العلم ديالو كاين الدفن. ما حضرناش ليه ساعه الدفن، ولكن اخبار اخرى ما عنديش معلومات عليها.